بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد احل علينا نعمته وبركته الان وفي الاوان وفي ظهر الروح الى امين. خريستوس انستي. خريستوس انستي. المسيح قام. بالحقيقه قام. حقا قام. لانه لم يكن ممكنا ان يمسكه الموت. وهو الحياه وواهب الحياه. القيامة هي أعظم أعيادنا على الإطلاق. هي عيد البهجة والفرح. طول فترة البصخة المقدسة بنطلب ونقول ويرينا فرح قيامته سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة. هذا الفرح مصدره ربنا يسوع المسيح له المجد. زمان لما كلم التلاميذ عما سيحدث من ألم وصلب وأنه سيتركهم إلى حين حزن فطمنهم قال لهم ما تخافوش سأراكم وتفرح نفوسكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منه. جت فترة ضيقة شديدة فترة الآلام والصلب كانت من أقصى الأوقات على التلاميذ ولكن بحنان الله كانت فترة محدودة ودي حكمة ربنا دايما إن الضيقات يسمح بيها بقدر احتمال ولاده زي ما بيقول الكتاب لا يدعكم تجربون في فترات كتيرة حتى هتيجي على البشرية يقول عنها الكتاب لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد. فهو ضابط الكل ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. من عرف فكر الله ومن صار له مشيرا بيسمح بأمور لكن كله خاضع بسلطان هو الضابط الكل. أما قرينا ضد بغلامسيس يوسف ربنا يسوع المسيح وهو وسط الكنائس على المستوى العالم كله وعلى مدى التاريخ يعني فيها بعدين إلى مسائل وسط المنائر السبع سر الكتاب يفسروها ببعدين بعد مكاني وبعد زمني. بعد المكاني ان كل خليقته ممسك سبعة الكواكب بيمينه وسائر وسطهم وفي نفس الوقت يمثلوا احقاب متتالية حتى نهاية العالم. فعشان كده بيبقى لنا ثقة كبيرة ان احنا ممسكين في ايد الله. في القيامة اجتاز التلاميذ الالام والشك والحيرة ولكن لما رأوه يقول الكتاب ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب وما قال وما زال هذا الفرح قائم ان هو قال ولا ينزع احد فرحكم منه. نور القيامه ما زال يبدد الظلام. قد ايه لحظه سعيده لما في وسط الظلمه ما زال نور الله يشرق من القبر المقدس فيعطي امل ورجاء وفرح وسعاده. بقى لينا ثقه في قيامة. فأقصى حاجة الناس كانت تخاف منها إيه؟ الموت. فأصبح الموت اتكسرت شكله. هنخاف ليه إذا كان في قيامة؟ عشان كده الكتاب يقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية. دي اللي تخلينا فعلا نخاف.
لكن متى قام الإنسان فما بيخافش. ودي اللي بيسميها ربنا يسوع المسيح القيامة الأولى. هو لمن لو مصير في القيامة الأولى فلا يكون للموت الثاني سلطان عليه. فنحن في القيامة نفرح ونعيش الفرح مدى الأيام. فرح لا ينزع منا قط. عشان كده الآباء الرسل وصونا أن افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا كل حين. كل حين. طب ده في تجارب كثيرة بتيجي، يقول بيسمع علينا يعقوب الرسول احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. طب ده في ضيقات كتيرة العالم لا يخلو، يقول نفرح ونصر بالضيقات. ايه مصدر الفرح دوت؟ قيامة المسيح. فمن ساعة مقام فإن كنتم قد كنتم مع المسيح فاهتموا بما فوق لا بما على الأرض. صارت سيرتنا في السماويات، فما عادش في حاجة في الأرض تخوفنا ولا تنزع فرحنا وسلامنا منها. ونحن في هذه الأيام اللي البشرية بتمر بيها بتجربة فريدة من نوعها، رغم قسوة هذا الوضع وهذه الاحترازات والإجراءات، إلا أن كل هذا لم يحرمنا من أن نفرح بقيامة المسيح. يمكن ما بتتاحش فرصة نعيش الفرحة دي بصورة تقليدية بالكنائس المليانة والشعب المتهلل، لكن هو وعد صادق. قال حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي اكون انا وسطهم. فاصبح كل اسرة وكل بيت بقى كنيسة ربنا يبقى وسطهم. بل اكتر من كده، حتى لو واحد لوحده يقول ملكوت الله داخله. واصبح الانسان يجد سعادته وفرحه في داخله، حتى لو ظروف المكان لم تكن متاحة ومتيسرة، لكننا نصل من ضابط الكل الممسك السبعة الكواكب بيميني لكل شيء وقت وحساب وقدر بيسمح بيه، وكله بيقول لخلاصنا إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. من فوق منبر هذه الكنيسة الخاصة في مقر مطرنين شمال الجيزة بنحتفل بيها على مستوى ضيق جدا نظرا للإجراءات الموجودة، نرسل تهنئتنا لكل شعبنا المسيحي في العالم كله، وعلى رأس الكل أبينا قداسة البابا معظم أبا بطرس الثاني ومجمع الكنيسة الموقر أباء المطرنة الأسقفة وكل الإكليروس وكل الشعب. فوق هذا المنبر نصلي من أجل أن ينعم الله علينا بالسلام والطمأنينة، وأن يعين ويسند ويعضد كل الشعوب في العالم كله، وبصفة خاصة شعبنا في مصر وقيادتنا السياسية المخلصة التي تعمل بدأب وجهد ووطنية خالصة من أجل سلام هذا الشعب. نصلي أن الله يعضدهم بيمينه الحصين ويسند الجميع ويعطيهم الحكمة. نهني شعبنا المسيحي الأرثوذكسي في العالم، وبصفة خاصة شعب إبرشياتنا المباركة، وكل عام وأنتم طيبين وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. قطاني اسمي
Name be fiyo